أهلا بكم. النهاردة بإذن الله هكلم معاكم عن موضوع حصوات الكلى. وحصوات الكلى المقصود بيها هي حصوات المسالك البولية أيا كان نوعها، وممكن تكون الحصوات ديت في الكلى أو في الحالب أو ممكن تنزل لمجرى البول، لكن تكوينها بيتم داخل الكلى. بعد ما بتتكون داخل الكلى ممكن تتحرك، ممكن تروح لأي مكان، تنزل للحالب أو للمثانة، وده بيكون طبقا لحجمها ولتكوينها. الحصوات دي بتتكون ازاي؟ الحصوات وايه هي العوامل اللي بتؤدي الى تكوين هذه الحصوات؟ الحصوات الكلى بتتكون نتيجة خلل ما بين نسبة الأملاح في الكلى في الجسم ونسبة السوائل. يعني لما البول بينزل من الكلى بيحصل تركيز أكتر للأملاح عن تركيز المية فبتتكون الحصوات. طيب بنشخصها ازاي؟ بنشخصها إما بالسونار أو بأشعة العادية أشعة إكس أو باستخدام الأشعة المقطعية سواء كانت بالصبغة أو بدون صبغة. طيب إحنا بنشوف إيه؟ يعني كدكتور بطنة مثلا جاي لي مريض بيشتكي من ألم في جنبه، ببدأ إن أنا أعمل له أشعة عادية ألترا ساوند. في الأول بيتكون شوية رملة صغيرة كده، أملاح صغيرة، حبيبات. بعد كده الحبيبات دي تتجمع مع بعضها وتكون حاجة أكبر شوية، تبقى حصوة، ممكن تبقى حصوة أقل من 1 سنتي. بعد كده تتجمع أكتر وأكتر تكون حصوة كبيرة أكبر من 1 سنتي. معنى كده إن إحنا كل ما بنشرب مية أكتر وبنقلل الأملاح في أكلنا إن ده بيقلل معدل حدوث الحصوات. طيب الحصوات دي هل بتيجي للرجال اكتر ولا للنساء اكتر؟ طبعا الحصوات بتيجي للرجال اكتر، لانها بتيجي للناس اللي بيشتغلوا مهن شاقة وبيتعرضوا للشمس وللحرارة وبيعرقوا اكتر، فالمية في جسمهم بتقل فبيزيد تكوين الاملاح وبيزيد تكوين الحصوات، وخصوصا في الناس اللي بتشتغل عمالة يدوية بتحتاج مجهود وبيشتغلوا في فصل الصيف او في الحر، فجسمهم بيكون حصوات اكتر وبنلاحظ ان لون البول عندهم بيبقى غامق نظرا لتركيز البول. طيب مين تاني بيجي له حصوات؟ الحصوات بتيجي كمان للناس اللي بيتناولوا بعض الفيتامينات بصوره يوميه بدون ما يعملوا تحاليل او كده، فالفيتامينات دي بيكون فيها كالسيوم وفيها فوسفات، فالاملاح الزايده دي بتكون حصوات. بتيجي كمان الحصوات لمرضى التهابات المسالك البوليه المتكرره. لما بتيجي التهابات متكرره بتؤدي الى تكوين حصوات. كذلك بعض المرضى اللي عندهم نقص كالسيوم وبياخدوا كالسيوم بصوره مستمره وفيتامين د دون مراقبه مستوى الكالسيوم في الدم، دول بيجي لهم حصوات كالسيوم. طيب ايه الحصوات اللي موجوده دي، انواعها ايه؟ عندنا 3 أنواع شهيرة للحصوات: حصوات الكالسيوم، حصوات اليوريت، حصوات الأوكزالات. طيب عشان كده بنعمل تحاليل للمرضى زي تحليل الكالسيوم والفوسفور والغدة الجارة الدرقية وتحليل البول وتحليل اليوريك أسيد. بنعمل كمان تجميع بول 24 ساعة علشان نقيس نسبة الأوكزالات أو نسبة الكالسيوم أو نسبة اليوريك أسيد ونشوف إيه اللي زايد ونبتدي إن إحنا نعالجه. طيب العلاج عبارة عن ايه؟ العلاج عبارة عن نصايح عامة وحاجات علاج مخصص. النصايح العامة زي ما قلنا قبل كده: شرب المية كتير، عدم التعرض للشمس او للجفاف او العرق الكتير، والتعويض دايما يكون بسوائل، وبنقلل ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم في الاكل، علشان الصوديوم ده وهو نازل بياخد معاه كالسيوم وبياخد معاه مية. العلاج المخصص بقى سواء كانت الاملاح دي اوكزاليت، فنخلي المريض يبتعد عن بعض الاكلات زي الطماطم والسبانخ والمانجا والفراوله والمكسرات والفول السوداني والباذنجان. طيب وبندي طبعا فورات علشان تقلل قلويه البول وعلشان تمنع تكوين الحصوات، وبندي فيتامين ب. طيب لو الاملاح ديت املاح يوريك اسيد بندي طبعا فورات المناسبه، والمريض بياخد ماده الالوبيورانول او الفيبوكسيتات بالاضافه الى الفوار، والميه شرب الميه كتير. حصوات الكالسيوم برضو بيشرب ميه كتير وبياخد بعض العقاقير اللي بتقلل نزول الكالسيوم في البول. طيب مريض الحصوات هل يتجه الى طبيب الكلى ولا يروح لطبيب المسالك؟ ده طبعا بيبقى السؤال المحير. طبعا على حسب الحصوه فين ومقاسها قد ايه. لو الحصوه صغيره بنقدر ان احنا نديله شويه فورات ونديله العلاج. لو صغيره ديت اللي هي اقل من 1 سنتي فديت ان احنا ممكن نصبر عليها وبتنزل ما بتكبرش عن كده. طيب لكن لو الحصوه دي كبيره
اكبر من 1 سنتي، فلازم المريض بيروح لطبيب المسالك. ما نقدرش احنا ان احنا نعالجها بالميه والفورات والعلاج، لازم يتدخل طبيب الجراحه او طبيب المسالك علشان يشيلها او يفتتها بجهاز التفتيت بالموجات الصوتيه. بالنسبه بقى لحصوه الحالب ديت، احنا بنصبر عليها شويه، لو هي في مؤخره الحالب بنصبر عليها اسبوع او 2، مش اكتر من كده، علشان ما يحصلش ارتجاع على الكلى. ولكن لو ما نزلتش لازم يتدخل طبيب المسالك بدعامه او بان هو يشيل الحصوه علشان خاطر ما يحصلش مشكله في الكلى. ودمتم بصحه وعافيه، وكل عام وانتم بخير. شكرا.